مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل ومديرية الشؤون الصحية إدارة الصحة العامة قطاع الهفوف أقمنا هذه الفعالية بجمع العثيم بالإحساء لتوعية وتثقيف المجتمع عن أضرار عن أمراض وصحة الفرد. اليوم هو اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان. حبت الكلية ممثلة في أساتذتها وطلابها في المشاركة في هذا اليوم وتقديم شيء بسيط للمجتمع كمشاركة مجتمعية في توجيه وتعليم عن مشاكل الأسنان وكيف الحفاظ عليها وصحتها. احتفالاً باليوم العالمي لصحة الأسنان أقامت كلية طب الأسنان معرضاً تثقيفياً وتعريفياً حول موضوع الوقاية من الآثار المترتبة على إهمال الأسنان. المعرض الذي أقيم تحت رعاية معالي مدير الجامعة تحت شعار صحتك بابتسامتك حظي بحضور لافت من الجمهور والطلاب والمسؤولين في مجمع العثيم التجاري بالأحساء، حيث تنوعت الأركان المشاركة ما بين ركن طرق تنظيف الأسنان وأمراض اللثة وركن آثار التدخين على صحة الفم وركن الفحص المبسط للفم والتوجيه إلى العلاج الذي يحتاج له كل فرد. تتكون الفعالية من مجموعة أركان تهدف لزيادة المجتمع، لزيادة الفهم وتطوير المعرفة عند المجتمع وتثقيفهم عن صحة الفم والأسنان. طبعاً مجموعة أركان بما فيها طرق تفريش الأسنان. أهداف الحملة هي كيفية توعية الناس على كيفية الوقاية من التسوس والطرق الصحيحة لتفريش الأسنان، الأمراض اللثة، وفي سرطان الفم، لأن في ناس كثيرة يعني لسه ما عندهم فكر أن ممكن السرطان يكون في الفم، فإحنا قاعدين نوعيهم أن في كانسر ممكن أنه يجي في الفم. الانطباع زين جميل، يعني في فايدة. أنا كنت جايب الولد عشان يتعلم، قمت أنا أعرف أشياء أول مرة أشوفها، يعني المفروض أنه يصير مثل هالمعارض كثيرة عشان تفهم الناس وتعلمهم، يعني أشياء واجد، يعني عمر، يعني عمري الحين أنا فوق وصل لـ40، أشياء توني أعرفها أول مرة. وهدف المعرض إلى تعليم أفراد المجتمع على طرق تنظيف الأسنان للحصول على ابتسامة مشرقة والتوضيح حول مراحل تكون تسوس الأسنان وغيرها من الأهداف الإيجابية التوعوية للزوار من أبناء المجتمع.